بارك الله فيكم فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. فكيف يكون سلفيا رغم أنه نصح وبين له وهو يعلم ولكنه لا يريد أن يتراجع؟ ولذلك لا تغتروا بفعل السفهاء الذين يريدون أن يلمعوه بأي طريقة ويصورونه للناس أنه عالم حديث سلفي. والله علمه بالحديث هذا من ناحية الآلة حج عليه عند الله يوم القيامة، حج عليه يوم القيامة. فيقابل المفتي، يقابل حتى لو قابل أبا بكر وعمر لا ينفعه. يعني هؤلاء اللي هم أصحاب الايه، كما قال الإعلام الزائف، أتوا به بالحويني، التقى بمفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ولعله التقى بالشيخ الفوزان. هل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو الشيخ الفوزان علم بما عند هذا الرجل من أصول بدعية أخذها وأخذ بعضها من سيد قطب ويدعو إليها أو دعا إليها ونصح ولم يرجع عن ذلك وأقروا على ذلك؟ هاتوا لنا برهانات من كنتم صادقين. فماذا يعني هؤلاء سفهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. إيش ينفع أي واحد، أي واحد عادي يستطيع أن ينزل يلتقي بالمفتي هناك ويصور نفسه معه؟ هل هذا يدل على أن زكاه ورضي عن منهجه؟ مش حسن، هذه سفاهة ولعب بعقول الناس وتلميع بالباطل لرجل كان ينبغي عليه إن كانوا يريدون الخير له أن يأمروه بالرجوع إلى منهج السلف الذي يدعي الانتساب إليه، وهو ضد هذا، وهو ضد هذا المنهج بأقوالي الموافقة لتأصيلات سيد قطب ولتأصيلات الخوارج نحو تكفيره المصر على المعصية. وقد بينت هذا باستفاضة في ردي المنشور منذ أكثر من 7 سنوات والذي سميته بالحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية والتي وافقها أبو إسحاق الحويني. أما يقول بعض أهل البدع يقولون بكفر فعل المعصية المصر عليها وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكل، والزنا حرام لكنني سأفعله، هذا مستحل واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. أما مسألة المعصية بقى غير المصر عليها فلا يسر بها بطبيعة الحال، وهو مسلم حتى وإن عصى. فكلمة يرجع الإسلام من جديد إذا كان قيد الكلام بالاستحلال هذا لا شك فيه، لا شك فيه. رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها هذا يكفر، يأخذ من الملة. عشان يرجع بقى الإسلام لابد أن يتوب ويغتسل وينطق الشهادتين ويرجع الإسلام من جديد. هنا الله أعلم. السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أليس المصر على الكبيرة مع طول نصحه وإصراره عليها يدل على استحلاله لها لأنه لم يصر على هذه الكبيرة إلا وهو مستحل لها؟ لا يا أخي، ما يحكم عليه أنه مستحل لها حتى ينطق ويقول حلال، أما مجرد فعله لها الشيطان يغريه والشهوات تغريه والهوى يغريه، فلا نحكم عليه بأنه مستحل، نحكم عليه بأنه مستحل بمجرد المداومة عليها والاستمرار عليها. نعم.